طيب ما دام نحن حتى في باند 17 وقدرنا نخش له نشوف الليفل بيقول شنو. قال لنا في تو فايل باسورد دوت اولد وباسورد دوت نيو، والباسورد حق الليفل الجاي قاعد في باسورد دوت نيو وهو السطر الوحيد المختلف من باسورد دوت اولد. ده التو فايل دي كلها باسورد جوا باسورد دوت اولد، وديل كلهم قاعدين جوا نيو. في نيو في لاين واحد مختلف من الباسورد دوت اولد، هو ده الباسورد حق الليفل الجاي. مانيوال كده مرهقة حبة نقعد نتبع فيها، لكن في كوماند اسمها ديف زي ما شايفين بتعمل لنا كومبير الفايل لاين باي لاين. دي الحاجة اللي احنا دايرينها. باسورد اولد مختلف من باسورد دوت نيو بالسطر ده، وهو الباسورد قالوا لنا قاعد في باسورد دوت نيو، وده السطر المختلف قاعد جوا باسورد دوت نيو من الفايل باسورد دوت اولد، معناته ده الباسورد حق الليفل الجاي. لسه امرك مفروض منهم من السيرفر. كوبي بيست الباسورد، خشينا لكن قال لنا باي باي. وهنا قال لنا طيب في نوت، اذا احنا حلينا الليفل ده ولقينا باي باي لما حاولنا نعمل كونكت لليفل باندت 18 هم عاملين الخطا ده مقصود، لانه ده التشالنج المتعلق بباندت 19. طيب نشوف الليفل 19 بيقول شنو وليه بيقول لنا باي باي. بمرقنا طواري من الشل قالنا الباسورد حق النكست ليفل واللي هو لما نجي نعمل لوجن لليفل 20 مخزن في ريدمي في الهوم دايركتوري، ولكن قالنا في زول عدل في الملف اللي اسمه باش ار سي. باش ار سي ده بتكتب جواه سكريبت او اي كوماند انت دايره لما الباش او الشل يفتح معك اللي هو تضغط الاوامر الشاشه السوداء. يلا شكله هنا المكتوب اول ما الباش يتفتح اكزيت، اي انه يخرج طوالي، عشان كده بيعمل لنا روك اوت وبيقول لنا باي باي. لكن الاس اس اتش بتسمح لنا اننا نرسل اي كوماند تتنفذ على السيرفر قبل ما الباش الشل يفتح، ففي الحاله دي حنمررها از ان ارجومنت اي دي الباسورد. نفذ لنا الاي دي وعمل لوك اوت طوالي. نشوف ريدمي عدل فيه شنو، نقرأه. ده الباسورد بعمل له بيست المرقناه من الليفل الفات باسورد دوت نيو. ده الباسورد المكتوب جوا ريدمي قدرنا نقرأه بدون ما يكون الكونكشن مستمر، معنى ده حنعمل بيه لوجن لباندي 19. الليفل ده متعلق بالست يوزر اي دي، وقال لنا في ست يوزر اي دي قاعد في الهوم دايركتوري. زي ما شايفين جانا فايل باندت 20-2. ست يوزر اي دي هي انه مثلا تاخد بيرميشن انت حسي ما عندك حق يوزر تاني، يعني مثلا لو قاعدين في شركه وفي جهاز فيه كم يوزر، انت كادمنستريتر عندك بريفليج اعلى كروت يوزر، اما النورمال يوزر اليوزر التحتك عندهم بريفليج بتديهم اقل. دي من اساسيات السكيورتي. في واحد منهم كان مثلا محتاج انه ينفذ ابلكيشن بيحتاج منه بريفليج اعلى، ففي الحاله دي ما حتضطر مثلا انه تبقيه الروت، حتديه الابلكيشن الداري ينفذه بصلاحيات اعلى تخليه ست يوزر اي دي، اي انه تديه اوثوريتي صلاحيه انه ينفذه كانه ماخذ البريفليج روت بدل ما تديه الروت ويعمل اكسس ليه كل حاجه. زي ما شايفين بدينا لها S بدل الإكس اللي هي set user ID، ونحن الجروب ماخدين إنه executable. مادام نحن executable طيب نحاول ننفذ الكوماند ID باستخدام الابليكيشن bandit 20. زي ما شايفين نحن هسه الـ ID ده الـ user ID bandit 19 والجروب ID bandit 19، لكن الـ effective user ID يعني نحن هسه نفذنا الكوماند اللي اسمه اي دي از اننا باندت 20، كده شفنا شلنا بريفليج حقت يوزر تاني. ولو استخدمنا اي دي ساي
كلها حتكون 19. ما حنلقى نفسنا قادرين نطبق إذا إننا يوزر باندت 20. مدام الابليكيشن ده باندت 20-2 ده بيخلينا ننفذ أي حاجة إذا إننا باندت 20، نقوم طوال طيب نقرأ الباسورد دائما بتشوفه قاعد وين في الاي تي سي، باندت باس باندت 20 ده الباسورد. كده دخلنا في باندت 20. هنا في الليفل 21 برضو متعلق بالست يو اي دي، قال لنا الست يو اي دي القاعد هنا في الهوم دايركتوري بيعمل كونكشن لللوكال هوست. اللوكال هوست دي المشين تبعنا نحن، انه الكونكشن يجينا راجع لنفس الكمبيوتر حقنا اللي هو 127.0.0.1، وبيقوم نمرر له البورت اللي يعمل عليه الكونكشن. بعد كده حيقوم قال لنا يقرا تكست من البورت اللي عمل عليه كونكشن، وحيعمل مقارنه اذا كان الباسورد الجاو من السيرفر اي من البورت اللي عمل عليه كونكشن نفس الباسورد حق باندت 20 الحاسس اللي احنا خاشين به، حيقوم يرسل لنا الباسورد حق الليفل الجاي 21. طيب نشوف الفكرة كيف. SU connect قال لنا اليوزج الاستخدام بتاعه مفروض نمرر له البورت نمبر بعد اسم السكريبت، وهي مفروض ال SU connect ده يعمل connect لللوكال هوست نفس المشين اللي احنا حاسي فيها على بورت معين. معناته محتاجين نفتح شيل تانية عشان نفتح بورت جوا اللوكال هوست المشين اللي احنا حاسي فيها. نجيب الباسورد، ده كان الباسورد باندت 20 نت كاد عشان نعمل لسن نفتح بورت على المشين لسن فيرباسيتي بورت. حاسس احنا عاملين لسن كده على البورت 4 SU connect 1 2 3 4 زي ما شايفين تحت السيرفر تحت جاوا الكونكشن من الكلاينت اللي هو الكلاينت السكريبت ال SU connect. مفروض عشان نتم التحدي هنا السيرفر يرسل للكلاينت الباسورد حق الليفل اللي احنا حاسي فيه باندت 20، رسلناه له. قام الكلاينت اللي هو السكريبت SU connect عمل كومبير مقارنة، ده الباسورد حق باندت 20 لقاو اياه ذاته، قام رسل لنا الباسورد حق الليفل باندت 21.